الشخصية اللي معانا دلوقتي ابن فنان كلنا كنا بنحبه، وبيقول عن نفسه: أنا اسمي نبيل محمد فوزي، ابن المطرب الراحل محمد فوزي. بشتغل في حاجة بعيدة تماماً عن الفن والغناء، لكن اتعلمت من والدي إن وداني تكون موسيقية، يعني كان بياخد رأيي في كل أغاني تقريباً، لدرجة إنه كان هيغني أغنية من السيدة لسيدنا الحسين، وأنا اللي اقترحت عليه إنه يديها لمحمد عبد المطرب لأنها لونه وكانت السبب في شهرته. إمضاء نبيل محمد فوزي. نبيل محمد فوزي، اتفضلوا اقعدوا مكانكم. وبكده يكون معانا ثلاثة نبيل محمد فوزي. يا ترى مين فيهم الشخص الحقيقي؟ أبو سمرة السكرة. دقيقة. طيب نمرة واحد. هو محمد فوزي لحن كم أغنية؟ لحن 500 أغنية. هقول لحضرتك جملة صغيرة وترد لي عليها حسب أدائك اللي تحس بيه. هقول لك روح، انت هتقول لله لله، اوكي؟ روح لله لله. شكرا. نمرة اتنين. روح لله لله. كله على الله، اوكي. الله يحنن عليك. نمرة تلاتة. روح. انا ما بعرفش اغني خالص خالص، اشك في الحتة دي. محمد فوزي لحن نمرة تلاتة. محمد فوزي لحن لأم كلثوم؟ لحن لها مطلع أغنية. مطلع أغنية؟ اللي هي إيه؟ أغنية إيه؟ أنساك يا سلام. ولحن المطلع بس؟ أوكي. روح. ما بتعرفش تغني خالص، ها؟ خلاص أنا خلاص. أستاذ سمير. أوكي. دنيا. يلا. رقم تلاتة. عمتك المشهورة اسمها ايه؟ هدى سلطان. عندها كم قد ايه ولاد؟ عندها ثلاث بنات. اول حرف من اسمهم ايه؟ نون. رقم واحد. مين اكتشف موهبة باباك؟ كنتش موجود، ما اعرفش. رقم اتنين. باباك مات عنده كم سنة؟ 49 سنة. رقم ثلاثة. باباك اتجوز كم مرة؟ اتجوز ثلاث مرات. ثلاث مرات؟ فنانات ولا؟ بعضهم فنانات. كم واحدة فنان؟ اتنين. شعبان ولا هلا؟ هلا شعبولة. يلا شعبولة. انت كبيرة. الله يخليك. طيب السؤال النمرة ثلاثة. الأستاذ الفنان الكبير طبعا المرحوم الأستاذ محمد فوزي في أغنية لحنها بدون موسيقيين، طبعا أكيد حياتك فاكر الحادثة دي. هي ظهرت في فيلم واتغنت الأغنية، بس كان إيه السبب أنه سجل الأغنية دي بدون آلة موسيقية؟ ما أعرفش. ما تعرفش. طب السؤال النمرة واحد. والدك اتخاصم مع السيدة الفنانة هدى سلطان كم سنة تقريبا؟ 12 سنة. السؤال النمرة ثلاثة. مسقط رأس الأستاذ الفنان محمد فوزي كان إيه؟ طنطا. طنطا، شكرا. كملي. أكمل تاني لسه؟ نمرة اتنين. شعبولة. دي رقم واحد. أول جوازة للبابا كانت سنة كام؟ طب انت فاكر الاغنيه بتاعت ساكن في حي سيدة اللي هو المرحوم كان المفروض يغنيها لده؟ ايوه. طب ليه ما غناهاش هو؟ والله انا اقنعته، انا اقنعته وكان خد رايي في الاغنيه دي، وقلت له انت بدل ما رايح جاي من السيده لسيدنا الحسين والجو كان حر جدا، فخلي عبد المطلب يروح بدالك. هو يعرف بداله. انا فعلا انا كنت فاكر ان عبد المنطلب ساكن في فعلا في حي السيده، وعشان كده بيغني ساكن في حي السيده وحبيبي ساكن في الحسين. كانت اساسا الوالد الله يرحمه، وهو انا اقنعته يديها لعبد المنطلب لان هي لونه. طب ممكن تسمعنا منها الكوبليه الاولاني؟ معروفه الاغنيه. شكرا. ملحقش، الوقت خلص. ودلوقتي نص دقيقه. نبتدي بمين؟ يلا هلا. السؤال نمرة واحد. الأستاذ محمد فوزي عمل مشروع كان أول مشروع يتعمل زيه في مصر، يعني
كان ايه هو المشروع ده؟ مشروع مصنع اسطوانات كان في الحي الصناعي في مدينه العباسيه، وكان الوحيد في الشرق الاوسط تقريبا، وده السبب فعياه تقريبا يعني لما تأمم وتعب الراجل الله يرحمه ويحسن اليه، وقعد 3 سنين مريض بسبب المصنع اللي تأمم ده. شكرا. شكرا استاذ سمير غانم. نمره 1 اشوفه أنده له وسوء عليه اهله، مين اللي ألفها؟ معرفش. طب مين اللي لحنها؟ محمد فوزي. مين اللي غناها؟ محمد فوزي. طيب شكرا. نمره 2 هو اللي متربي على العز يا ربي يعمل كده فيا، مين اللي كتبها؟ لا ما اعرفش بالنسبه للمؤلفين. طيب يعني نمره 3 نفس السؤال، مين اللي كتب الكلام ده؟ برضو ما اعرفش، بس عارف مين اللي غناها طبعا. طبعا اكيد. فيلم ايه؟ كان في فيلم ولا في؟ شكرا. دنيا نص دقيقه. رقم 1 ايه اللي بيميز صوت باباك؟ في المرح، كان بيجمع بين المرح وبين الطرب. رقم 3 ايه اللي انت شايفه يميز، يعني ايه المميزات اللي انت شايف لازم تلاقيها في النجم، يعني في اللي صوته حلو؟ هو فنان شامل الفنان محمد لا فوزي. عموما مش 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 محمد فوزي، عموما قبول. وايه تاني؟ والموهبه. طب رقم 1 رقم 2 يلا جاهز نص دقيقه. اول فيلم ابوك عمله مع فاتن حمامه اسمه فيلم ايه؟ دايما معاه. ابوك عمل كام فيلم في مصر؟ عمل 40 فيلم. نمره 1 40 فيلم. 40. رقم 2 عندك اخوات؟ ايوه عندي. كم واحد؟ عندي 2. رقم 3 عندك اخوات رجاله ولا وبنات؟ كلهم ولاد. اول بطوله كانت ايه؟ اول بطوله الفنان محمد فوزي. طبعا سيف الجلاد. اوه عارف كل حاجه. طب ممكن تسمعنا حته؟ طب انا عايزه اسال سؤال. ما بغنيش. قولي قولي شعبان يسولك بسرعه. قولي شعبان. كان بيغير من البيبي اللي كان بيغني له ماما زمان حكايه. يلا شعبان خلاص. هو بيغير ولا ما كانش بيغير؟ لا ثلاثه. النمره مين؟ النمره. دلوقتي بقى لازم كل واحد فيكم يختار. اخلي استاذ سمير غانم في الاخر. انا ارفع الرقم على طول عشان ده قريب مني. لسه. رقم 1 هلا. انا هختار نمره 3. رقم 3 دنيا. اسمع كلام بابا. طيب مش كم. طب 1 يبقى دلوقتي معانا صوتين لواحد وصوت لتلاتة. استاذ سمير غانم قال للدنيا اسمعي كلام بابا واختار رقم 1. تعالي بقى نشوف هو هيختار كام. انا 3. نرفع الرقم 3. طب ليه ما خليتهاش ترفع رقم 3 زيك؟ عشان لو هي يعني لو واحد كسب يبقى تبعي برضه، هي تبعي. لو 3 كسب انا تبعها. انتوا 2-1 طبعا. مفيش بقى غير شعبان وهاله يتصرفوا. الاستاذ نبيل محمد فوزي يتفضل يقوم يقف. ونقول له مش